حسن حجيج، رئيس جمعية دار الأطفال الوفاء. الجمعية اللي التحقنا بها كمكتب جديد في 2021. المؤسسة لقينا فيها مجموعة ديال المشاكل، ولأن دخلنا في جمعية استثنائي، وفاش نقولوا جمعية استثنائي كنقولوا بأنه ظرف طارئ وبأنه ظرف اللي ماشي عادي. لقينا مجموعة من المشاكل في المؤسسة، واللي تعتبر أهمها هو الكبر ديال السن ديال مجموعة من المستفيدين. السن ديالهم كاين اللي كيتجاوز 18 سنة، كاين اللي وصل 23 سنة. وبطبيعة الحال المؤسسة ديال دار الأطفال الوفاء هي مؤسسة مخصصة للأطفال بدون رعاية أسرية من 3 سنين حتى 12 سنة. بمعنى فاش كيسالي 12 سنة كيخصو يتحال على مؤسسة أخرى من أجل مواصلة يعني الإدماج ديالو، مساهمة تربيته، مساهمة يعني للتنشئة ديال الاجتماعية وفق برنامج خاص بفئة عمرية يعني مختصة يعني في هذا المجال ديال التربية. هذا المشكل غادي يجعل أن الميزانية ديال المؤسسة اللي خصها تقتصر مثلا على واحد العدد وعلى واحد السن معين غادي ترهق يعني بمصاريف إضافية ربما اللي كتضرب في ثلاثة المرات، لأن الأكل ديال الطفل الصغير ماشي ديال الطفل ديال الطفل الكبير، ولا ماشي نقولوا الطفل يعني شاب تبارك الله كبير، يعني لا من ناحيه ديال الادويه ديالو ولا من ناحيه الملابس، حتى ان لا بريز اون شارج توتال، وهذا يرهق الجمعيه. بالاضافه لان الجمعيه عندها مجموعه من المحلات التجاريه، ولكن لا تستفيد من المحلات التجاريه. لماذا؟ لان اللي كيكري شي محل الدراري الكبار كيخلقوا له مشاكل، كيضاربوا، يقلقوا له راحته، ما كيخليوش يخدم في هذا، كيديروا له مجموعه من المشاكل اللي كتجعل هذا السيد هذا يفكر يغادر هذاك المحل، وبالتالي هذا كيقلل كذلك من الموارد. خاصه عندنا فيها تقريبا واحد 30 ألف درهم شهريه اللي ما كتستفدش منها الجمعيه حاليا. هذا بطبيعه الحال غادي ياثر على المداخل، لان كاينه مصاريف كبيره بزاف تتجاوز المداخل اللي يمكننا نحصروها في جوج ديال المداخل الاساسيه اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمنحه ديال التعاون الوطني لدعم التسيير. يعني هاد جوج ديال المنح ما كافياش باش انها تغطي المصاريف كامله بما فيها الاجور ديال الموظفين. وحنا اليوم هنا في لقاء باش كنبحثوا مع الموظفين المشكل ديال الاجور اللي هذه 6 شهور 7 شهور ما تخلصوش. وبطبيعه الحال الاجير فاش ما كيتخلصش راه ما كيديش الواجب ديالو يعني بشكل باريحيه، وبالتالي دائما مازم. كاين اللي ما كيلقاش باش يجي لمكان الشغل باش يشتغل، كاين اللي كيجي على رجليه من مكان بعيد باش انه يضمن الحضور ديالو. بالاضافه كذلك العلاقه يعني العاطفيه والوجدانيه اللي كاينه ما بين الاطر ديال المؤسسه وما بين الاطفال ديال المؤسسه كذلك، لان ربما هما صغار وبالتالي يعني دائما كيفكروا بان مصلحتهم يعني هي الاولى، وهذا بطبيعه الحال ادى بالناس كاملين انهم يوصلوا لواحد الدرجه من القلق، لان الازمه تفاقمت بواحد الشكل كبير. نظرا للحجز اللي عرفته الجمعيه من لا سينيسيس على الحساب ديالها في مصرف المغرب، واللي جعل جميع الواردات جميع المداخل جميع المساهمات اما كتبلوكا ما كيمكن ليناش نستافدوا منها، او اننا كنخبروا الجهات المانحه بان اما يغيروا الحساب اخر، او انهم يحتفظوا بداك البودجي، لان الا نزل غادي ينزل في العجز، وغادي ماشي غينزل في العجز، غادي ينزل في اننا يعني ما غاديش نقدر نوصلوا ليه. الموظفين وصلوا لواحد الدرجه من القلق، وحتى احنا في الحقيقه وصلنا لواحد الدرجه من القلق، لان ولا عندنا هذا حادث يومي، فوقاش نتخلصوا، احنا ما كنتخلصوش، احنا فوقاش هذا. وهذا بطبيعه الحال مع العلم ان كل الخدمات اللي كيطلبها الطفل كلها تنجزت،
لا من ناحيه التمدرس ولا من ناحيه النقل المدرسي ديالو ولا من ناحيه المساعده الاجتماعيه ولا من ناحيه ديال الاداره التربويه ديالو ولا من ناحيه ديال المخيم ولا الوزير وخلق انشطه موازيه. كل هذه الاشياء قمنا بها ووفرناها للطفل بامكانيات ماليه محدوده ومحدوده جدا. كنشكر المحسنين على الدعم ديالهم المستمر، ونناشد السيد الوالي ونناشد السيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني باش انهم يضافروا الجهود، كيبذلوا جهود كبيره، ولكن طامعين انهم يزيدوا يعني يخرجونا من هذا الوضع هذا، لان الامر يتعلق ب مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وأن هاد الأطفال يعني الواجب علينا أننا نوفر لهم جميع الظروف الملائمة ونحاول ندمجهم في الحياة العامة ويستقلوا يعني في المستقبل القريب إن شاء الله. احنا كلنا هنا متضررين في الحقيقة، الهضرة اللي قال الأستاذ الرئيس كلها على حق. احنا بغينا نعرفوا الفلوس ديالنا شكون اللي شدها لنا وشنو هو شنو هو الهدف ديالهم، لان حنا اللي كنعانيو داخل هذه المؤسسه، حنا كنعانيو وما قديناش نمشيو ونخليو السنوات اللي خدمنا هنايا، حنا كنعانيو في صمت بصراحه. حنا بغينا نعرفوا شنو هو الهدف ديال هاد الناس اللي شادين لنا هاد الفلوس. حتى حنا مع السيد رئيس الهضره اللي قال راه ما خلصوناش، لان 6 شهور وما شادين له قال لك اكثر من 115 مليون ولا علاش ما كيعطيوهش؟ يعني باغي فينا حنايا؟ يعني هاد الشيء راه كي قاصدينا حنا كبيرسوني، ما قاصدينش الجمعيه. الجمعيه دخلت على هاد على هاد على هاد الشيء اللي كاين. هاد الشيء راه من 2019 وحنا كنعانيو منه، وكيجي كنقولوا راه فوريجات راه فوريجات راه فوريجات، هي كتزيد غير كتغلق. حنا كناشدوا المسؤولين اللي عندهم دخل في هاد الشيء هذا الحقيقه يتعاونوا معنا. حتى حنا غير ناس مساكن بوسطاء كنجيو هنا كنلقطوا طرف الخبز، واش حنا كون كان عندنا غنجيو نوضوا وحنا ما عندنا حتى ريال في جيبنا نجيو نخدموا؟ ما غاديش نجيو. راه حنا كلنا هنايا مخصوصين، راه ملي كتفاضل من طفى الكاميرا ويمشي كل واحد كنتفارقوا راه كنبقاو نبكيو. حنا ما كنقدوش نبكيو، مي شوفوناش هكا، ماشي اي واحد كيجي مسؤول، يجي واحد من الرباط، يجي واحد ديروا المستخدمين، طبقوا عليهم القوانين الفلانيه، ديروا اي حاجه. ما عمر شي واحد جا قال ديروا ذوك المستخدمين مساكن زيدوهم في الصالير، ديروا لهم دعم، ديروا لهم. ديما اللي جا حشوا المستخدمين. ديروا احنا شنو دايرين لهم؟ احنا كنخدموا على ولادنا. انا في المطبخ، انا ما خليت حتى شي دور اللي ما خدمت في هذه المؤسسه. ملي دخلت في الميناج طلعت 73 خدمت في، حنا كنخدموا اللي قالوا لنا كنخدموا، حنايا انايا كنخدموا اي حاجه. قسما بالله دابا حنا ما كنبغيوش نفكروا بالله غيمرضوا لنا الدراري، ما كنبغيوش نفكروا والله القسم. الا كنخرجوا للسويقه راك عارف هذا ارتفاع الاسعار، وحنا ما عندنا حتى شي ريال، ما كتقد تقرب حتى شي حاجه، وما عندك 6 شهور وانت ما مخلصش. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. كي قال السيد الرئيس حنا ولينا كنحشموا نطالبوا بالحقوق ديالنا، ورزقنا ولينا كنسعاوه، ورزقنا ضاربين فيه تماره ونايضين في الليل ونايضين كنخلي ولادنا ناعسين ما كنعرفوا اللي صبح ميت ولا اللي صبح حي، وكنجيو نخدموا مع الدراري ومي كنجيو والله غالب. يعني دابا تسالوا الاولاد ديال مرضى والله ما تلقى باش تشري لهم الدواء. اغلبيه هنايا راه هما اللي كيخدموا على والديهم، كارين لوالديهم، عندهم الدوايات في الفارماسيان. اغلبيه هنايا هادشي كله، هادشي اللي كتشوف هنا راه حنايا جينا بصحتنا لهذ المؤسسه، حنا نخرجوا منها بالمرض باش بالاعصاب. كل شيء جاب صحته، جينا بشعرنا كحل شبناه هنايا، ما خلينا ما دوزنا هنا التكرفيس في هذه المؤسسه. طلع لهنا عود لهنا جيب لهنا، وانت حنا خدمنا بحال حنا كنخدموا الوطن. من مقابلين هاد الدراري راه ولاد من؟ ولاد الدوله هاد الدراري. يعني حنا كنخدموا الوطن وانت هما يخدمونا، اديوا الواجبات ديالهم معانا، حرام عليهم، حرام عليهم. حنا بعدا كنطالبوا دائما كنقولوا الله ياخذ حقنا، حنايا كنقولوها بالعلن، الله ياخذ حقنا في اللي شدنا على كتافنا، اللي مسؤول على شد، الله ياخذ حقنا فيه. يتخلص نشوفوا بعينينا في الدنيا قبل الاخره. انا بعدا كل نهار كنقولها احنا وهاد المستخدمين هادو كاملين، حسبنا الله فيه ونعم الوكيل كما بغى يكون نوعه.